الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على البشير النذير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن السجود في الصلاة لسجدة سورة صاد اختلف فيه العلماء رحمهم الله على قولين. الأول أن سجدة سورة صاد سجدة تلاوة، فيسجد لها إذا تلاها في الصلاة وغيرها، وهذا ما ذهب إليه أكثر أهل العلم، فهو مذهب الحنفية والمالكية، وهو قول عند الشافعية واحتمال عند الحنابلة. وحجتهم ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. وجاء في رواية النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها: سجدها داود توبة ونسجدها شكرا. وهذا القول هو الراجح، وهو ما ذهب إليه جملة من مشايخنا، فأخذ به شيخنا عبد العزيز بن باز، وكذلك شيخنا محمد بن العثيمين، وغيرهما من أهل العلم المعاصرين. والقول الثاني أن سجدة سورة صاد ليست سجدة تلاوة، إنما هي سجدة شكر، فلا يسجد عند تلاوتها في الصلاة، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. فلو سجد لها في الصلاة عالما ذاكرا بطلت صلاته. والصواب من هذين القولين هو القول الأول، وأن من سجدها في الصلاة فإنه قد فعل ما هو مشروع مسنون، وإن كانت هذه السجدة ليست من عزائم السجود كما ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.